في اللجنة الشعبية في بؤتاتا سلطة القانون هي المحبة. تامر أنس أهلا بيك في نبض الشارع. أهلا وسهلا. احنا موجودين هنا في مقر اللجنة الشعبية في بؤتاتا. طبعا منطقة بؤتاتا. ليه عملتوا لجنة شعبية؟ عملنا لجنة شعبية عشان خاطر ما كانش فيه حكومة، يعني مثلا لو في مشكلة فاحنا لازم نخش نتدخل احنا عشان ما تحصلش بقى تطورات وإصابات جامدة وكده. بيبقى فيه سلاح في الخناقات؟ استخدمها في كل، مش هنا بس، في كل المناطق الخناقات بفروضة وممكن توصل لبنادق كمان. طب وانتم مسلحين؟ لا احنا مش مسلحين. طب وبتقدروا ان انتوا تفضوا خناقات فيها سلاح وانتوا مش مسلحين؟ عشان الحمد لله الناس كلها بتحبنا وكلمتنا مسموعة، بس خلاص. ايه مواصفات عضو اللجنة الشعبية؟ يكون راجل محترم وكلمته مسموعة والدنيا كلها بتحبه. لما بتفضوا المنازعات بتعملوا ايه؟ كان في مشكلة كبيرة ودخلنا فضيناها، كان ضرب نار وكده، وجبنا الطرفين هنا وقعدنا الطرفين وصالحناه. قعدة عرفية يعني؟ قعدة عرفية. كلجنة شعبية ممكن يدخل فيها ان انتوا مثلا تعملوا كمين في الشارع؟ لا لا لا، مالناش، احنا قاعدين هنا عشان خاطر ايه لو حصلت مشكلة او اي حاجة، على اساس ان الحكومة ما بتنزلش على طول، لكن كمين او كده ده مش اختصاصنا. طب لو قبضتوا مثلا على حرامي؟ حرامي نسلمه للشرطة. بتعاملوا معاه ازاي؟ بنمسكه ندخله جوه نكتفه لحد ما الشرطة تيجي، نتصل بيهم وهم عارفيننا يعني هناك، نتصل بيهم يجوا ياخدوه. هل ممكن تنفذوا حكم ما في حرامي مثلا او حد شفتوه مدان بانه تعدى لا على حد؟ لا 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 لا. ليه؟ مش مالناش دعوه، احنا ده حرامي مسكناه الحكومه تتصرف معاه، لكن احنا ننفذ عليه حكم او نعمل معاه حاجه؟ لا. الناس متجرأة شويه على الشرطه؟ الناس من بعد الثوره متجرأة، بس ده عشان خاطر الحريه والديمقراطيه، الناس مش فاهمها صح. وبعدين كمان يعتبر 30 سنة ظلم، الشرطة دي كانت بتضغى، كانت طغاة، فعشان كده الناس انفجرت. الشرطة هترجع؟ إن شاء الله. إيه اللي يرجعها؟ ما لو مرجعتش البلد هتخرب. أهم حاجة هنا في البلد الأمن والأمان، قبل السياسة وقبل الرئاسة وقبل الاقتصاد وقبل أي حاجة، الأمن اللي بيبنى عليه كل حاجة. يرجعوا بما يرضي الله، يمشي واجباتهم وحقوقهم محفوظة.